السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحد الأصدقاء بيسأل: أنا دلوقتي عملت حساب مصري على موقع من مواقع العمل الحر زي فريلانسر أو أب ووركس، ولما كتبت مصري اترفض، ولما غيرتها لروسي اتوافق عليه. فبعد ما اتوافق عليه بعد فترة راح واقف، تمام؟ فده إيه الحل لحاجة زي كده؟ طيب، بداية قدر الإمكان ما تحاولش تكذب على الموقع نهائي، ما تحاولش تكتب أي جنسية مخالفة. هل تم الرفض صراحة لأن الجنسية مصرية؟ لا طبعا ما أعتقدش، لأن ده فيها عنصرية وما ينفعش موقع يعمل كده، لأن هيخسر كتير من ناس كتير ممكن يكون جنسيتها أوروبية بس يرفض التحيز دوت، ممكن يخرج من الموقع. ممكن يكون في مشكلة في الحساب، يعني هنفترض إن في مشكلة في الحساب لحد ما نعرف إذا كان فعلا بيرفض الجنسية العربية ولا لا. تمام، ممكن يكون الرفض بسبب ان البلد دي ما فيهاش مثلا باي بال او ما فيهاش فيزا معينه، فبيبقى فيها مشكله فاتعمل وقف. الموافقه على الحساب، الموافقه على الحساب في الموقع ديت بيبقى فيها نوعين: في اولا كمبيوتر ممكن نرفض، يعني بيتعمل له خوارزميه معينه بحيث لو في غلطات معينه يرفضها، وعامل بشري واحد بيبص كده على البروفايل، لو لقى في حاجه غلط بيروح رافضها. تمام، فلازم اثبت له ان انا راجل جاد وان انا عايز اشتغل فعلا. ومن ضمن الحاجات مثلا على سبيل المثال ان الايميل مثلا يكون بالجيميل او ياهو، يكون تبع الشركه بحيث يحس ده راجل، ده عمل شركه خاصه بيه وعمل موقع وكده، فده بتزود فرصه الموافقه، يعني مش هتترفض لان انت عامل ايميل على الجيميل او ياهو. بس من ضمن الحاجات، من ضمن الحاجات اللي انت تكون حاطط معلومات قليله، يعني كاتب انا مثلا بعرف الخص كتب وخلاص، يعني انما لما تكتب بعرف اكتب وبعرف الخص وبعرف افرغ كتب اعرف اترجم، يعني لما تلاقي مهارات كتيره دي هتزود فرص الشغل وده هيخليه يوافق عليها اسرع. تقدر تكتب كذا حاجه لنفس المهاره بحيث ان هو لما يعمل سيرش يلاقيك، يعني كنت مثلا انا بعرف اشتغل على الريفت، بعرف اشتغل على البيم، بعرف اشتغل، ممكن يكون ليها نفس المعنى بس على اساس لو واحد بيدور بكلمه مختلفه يقدر يلاقي الموضوع دوت. تاني حاجه، ما تحاولش انت تكتب انا عدد ساعتي بكام وتحاول تقللها. اغلب الناس بتقع في الغلط دي ان هو بيحاول يرخص الساعه بتاعته، فده هيوقع في مشكله كتير، ان انت بتحاول تاخد نفس ساعتك اللي موجوده في الشغل العادي، بس ان في تامينات وفي حاجات كتيره في مزايا في الشغل العادي، فانت المفروض بتبقى سعر اكبر. فخلي الموقع هو يحدد الساعه، او انت حاول تحدد حاجه بس تكون معقوله، لا غاليه جدا تطفش الناس ولا رخيصه قوي يخليه يشك ويخليه يروح يتجه لحاجه. التسعير ده مهم جدا، يعني كان في سريعا كده كان في واحده بتبيع ذهب مقلد او حاجه زي كده، كان رخيص جدا في شاطئ من شواطئ امريكا، وما كانش حد بيشتري منها خالص. فقالت انا هقفل المشروع ده واروح استجم في اي مكان. فقالت للراجل: بيع كل حاجه بنص سعر، انا عايز اخلص من المشروع ده. فالراجل غلطه كده في اللغه الاجنبيه، فافتكر انها عايزه تضاعف السعر، تمام، فعرض كل حاجه بضعف السعر وسبحان الله اتباعت. فموضوع التسعير ده مهم جدا، ان انت تدرس السوق، تدرس ايه السعر اللي ممكن يقبل الناس، ممكن يعجب الناس. حاول ان انت تكون تشرح كل حاجه بتعملها بوضوح، وتحط صور لشغلك، وتحط الناس اللي ممكن توصل معاهم، يعني تكتب المعلومات الكامله، ما تخليش حد يبقى تايه او في معلومه ناقصه. حاول تحط كل درجاتك العلميه، حاول تحط اي خبره انت عملتها تكون في صلب الشغل بتاعك، حط حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تخدم البروفايل، ما تحطش حاجه على الفيسبوك وانت بتتكلم في السياسه، لا ممكن تحط بس لينكد ان. والمواقع دي ساعات بتقول لك اعمل اختبار في المجال ده عشان الناس تتاكد من مهاراتك، حاول تتخلص الاختبارات ديت، زي مثلا اختبار في الانجليزي، اختبار في الديزاين، في الحاجات ديت، ده بيقوس فيه، يعني حاول تخلي السي في بتاعك فيه مزايا حلوه على اساس ان هو يبقى كويس. طب لو اترفض امسك البروفايل، اسيبك من نظريه المؤامره، اقعد ادرسه واعرف ايه الحاجات اللي ممكن تكون فيها نقص. لو انت صاحب عمل وجالك البروفايل دوت، ايه الحاجه اللي ناقصه فيه، عدل وابعته تاني، تمام، بس المهم ما تكذبش لان هو اي كذبه بتتقفش. ومن ضمن الغلطات اللي بتخلي السي في يتلغي وانت بعد ما اشتغل، ان انت تحاول تتواصل مع الشخص صاحب العمل بره الموقع. الموقع ده بياخد نسبه من الشغل، بالنسبه من الفلوس اللي بتاعت الشغل، فلو انت اتفقت مع الراجل ده ان انت تتعامل معاه بره الموقع، الحساب بتاعك هيتلغي ويتوقف، ولو في اي فلوس مش هتعرف تاخدها. فقدر الامكان نلتزم بالامانه ونلتزم بالصدق ونلتزم الموقع ده جاب لنا شغل خلاص نتعامل معاه،
بلاش فهلوة، بلاش احنا هنضحك عليه، وان شاء الله ربنا يبارك لك باذن الله.